اهلا وسهلا اعزائنا طلبة الصف الثالث نكمل وياكم ما بداناه بالجزء الاول من الفصل الاول اللي هو انواع الانسجه الجسميه، ذكرنا انه انواع الانسجه الجسميه اللي هي اربعه انواع الانسجه الطلائيه والانسجه الرابطه او الضامه والانسجه العضليه والانسجه العصبيه، شرحنا بالدرس الماضي الانسجه العصبيه وقلنا وظيفه النسيج العصبي او الخليه العصبيه هي نقل اللعاز العصبي او نقل السيلة العصبيه من جزء الى اخر. فإذن وظيفة الخلية العصبية هي نقل السيلة العصبية، وايضا عددنا انواع او اجزاء الخلية العصبية وقلنا الخلية العصبية تتكون من جزئين اللي هم البروزات البروتوبلازمية وجسم الخلية العصبية، وقلنا هذا فراغ وزاري اجى، ما هي اجزاء الخلية العصبية؟ الخلية العصبية متكونة من جزئين اللي هم جسم الخلية والبروزات البروتوبلازمية، وكذلك البروزات البروتوبلازمية ايضا متكونة من جزئين اللي هم منه المحور والتشجرات قلنا ليش سميناها تشجرات لان تفرعاتها تشبه تفرعات الشجره فسموها بالتشجرات او البروزات الشجيريه كل واحدة من ذني لها وظيفة قلنا المحور وظيفته أنه ينقل السيلة العصبية إلى خارج جسم الخلية يعني إلى خلية أخرى إلى خلية عصبية أخرى بينما البروزات الشجرية بالعكس وظيفتها تنقل السيلة العصبية أو الإعاز العصبي إلى داخل جسم الخلية العصبية فهذا ايضا يعتبر فرق بين وظيفه المحور ووظيفه البروزات الشجيريه هاي بالنسبه لي الزا او البروزات البروتوبلازميه اللي قلنا هي عند اثنين اللي هي المحور والتشجره او البروزات الشجيريه طبعا هاي جدا مهمه وهو تجي بالوزاري نتبع عليه دائما تجي قلنا لو فرق لو تجي وظيفه لو تجي كتعاريف فركز عليها هسه راح نذكر الشغلات اللي عندي ايضا مهمه بهذا الفصل، اللي هو عندي اول تعريف مهم هو تعريف الخليه، ايضا من اللي تجي بالوزاري وتعرف الخليه بانها اصغر وحده بناء ووظيفه بجسم الكائن الحي وتكون متخصصه ضمن عملها كالخلايا العضليه والخلايا او الخلايا العصبيه. اذا الخليه هي عباره عن اصغر وحده بناء في جسم الكائن الحي الخليه هي اصغر وحده بناء في جسم الكائن الحي وتكون متخصصه ضمن عملها يعني شنو طلاب كلمه متخصصه ضمن عملها يعني كل خليه لها وظيفه خاصه بها يعني مثل الخليه العضليه شنو وظيفتها التقلص والانبساط فما تقوم باي وظيفه ثانيه فقط وظيفته انه تقلص البساط زين الخليه العصبيه مثل شنو وظيفته نقل الاعاز العصبي ما تقدر تقوم بوظيفه ثانيه فهاي نقول عليها متخصصه ضمن عملها دائما طلاب من نذكر التعريف دائما اذكر وياه مثال حتى اخذ درجه كامله على التعريف ما أخ اعرف التعريف واعوف عن النص لا دائما يفضل انه نذكر وياه التعريف مثال حتى تاخذ درجه كامله عليه فاذا الخليه هي نعيد يعني تعريف الخلية أيضا من التعريف اللي جاية بالوزاري هي أصغر وحدة بناء ووظيفة في جسم الكائن الحي وتكون متخصصة ضمن عملها وتعطي مثال واحد أما تذكر الخلية العضلية أو تذكر الخلية العصبية مثال واحد يكفي زين تعريف اخر عندي ايضا مهم بس هنا التعريف ناقص احنا اخذنا الدرس الماضي وعرفنا النسيج هو عباره عن مجموعه من الخلايا المتشابهه في الشكل والتركيب والوظيفه وتعطي مثال على اي نوع من النسيج احنا اخذنا اربعه انواع من الانسجه تقدر تقول نسيج طلائي تقدر تقول نسيج عصبي نسيج عضلي اي نوع من هاي الانسجه تنطي ويا مثال بس هنا التعريف انتهى طلاب يعني ناقص يعتبر يعني اذا كتبته بالامتحان ما تاخذ عليه درجه كامله فتعريف النسيج من التعريف ايضا مهمة جدا واللي جاية بالوزاري هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل والتركيب والوظيفة اذا النسيج شنو عرفه طلاب هو عبارة عن مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل والتركيب والوظيفة مثل النسيج العضلي او النسيج العصبي ايضا تعطي مثال واحد هجي على تعريف اخر ايضا مهم ايضا جاي بالوزاري هو تعريف العضو العضو هو شنو هو مجموعة من الانسجة هو مجموعة من الأنسجة المختلفة التي تجمعت تجمعت مع بعضها لتشكل عضو محدد الوظيفة مثل يا عضو، تعطي أيضا مثال عندك القلب، الرئة، الكبد، أي عضو من أعضاء جسم الإنسان، فإذا العضو هو مجموعة من الأنسجة تجمعت مع بعضها وأنطت وظيفة محددة مثل يا نوع من العضو، أي عضو موجود الرئة، الكبد، القلب، الكلى، هاي كلها أعضاء موجودة بجسمنا. فهذه ثلاث تعاريف انتبهوا عليها طلاب الخلية النسيج العضو هاي مهمه بالدرجه الاولى يعني من التعاريف اللي دائما تتكرر بالوزاري عندنا التعريفين الاخيرات اللي هي جهاز الجسم هاي يعني تعتبر ذات درجه ثانيه بالاهميه يعني احنا ما نقدر نقول مو مهم ما يجي لا كل الوزاري هو مهم بس التعاريف الثلاثه الاولى هي اكثر تعاريف تكررت بالاسئله اجي تعريف اخر الجهاز الجهاز هو عباره عن شنو مجموعه من الاعضاء لها وظيفه محدده كوظيفه الجهاز الهضمي الدوران اي جهاز بجسم الانسان هو مجموعه من الاعضاء مثل الجهاز الهضمي كم عضو متكون المعده الامعاء البلعوم الفم كل هاي عباره عن اعضاء جمعت تكونت لي الجهاز فاذا اذا اريد اعرف الجهاز هو عباره عن مجموعه من الاعضاء تجمعت مع بع بعضها وكونت لي الجهاز الجسم اللي هو يقصد به جسم الانسان احنا جسمنا من مين متكون متكون مجموعه من الاجهزه مثل ما هسه احنا جسمنا شنو بياه جهاز بجهاز هضمي بجهاز تنفسي بجهاز الدوران بجهاز التناسل كل هاي الاجهزه تتجمع مع بعضها وتنطي الجسم الانسان الكامل اللي يكون طبعا قادر على البقاء والعيش والاستمرار بالحياه فاذا انتبه على التعاريف الاولى اللي هي الخليه النسيج العضو ركز عليها من التعاريف اللي جدا مهمه ومتكرر هواي وايضا نقرا تعريف الجهاز والجسم هسه راح نحاول نحل الاسئله وبعدين نذكر الشغلات المهمه اللي جاء موجوده بهذا الفصل ادنى الاسئله نهايه الفصل نحلها هي سهله جدا طبعا عندكم الاسئله اول شيء عندكم تعاريف اللي هي لك الغشاء الخلوي وط... هاي آه أنا عندكم شغلات هاي مو مهمه طلاب مكاتب لكم انه جسم الانسان او الانسان مين متكون من بيضه مخصبه زيجه اللي جتي جات... من اتحاد طبعا نطفه مع بيضه وكونت الجنين والجنين طبعا راح يبقى مده الحمل تسعة اشهر يعني هاي شغلات هيك معلومات عامه ما ما لها اهميه هسه راح ناخذ الاسئله هاي همينه هيك هاي همينه بدي اشجعكم انه تكونوا مثل هاي الطبيبه يعني مو شغلات مهمه نجي على الاسئله طبعا اكثر اسئله الكتاب عندكم هي تتكرر بالوزاري عندنا اول شيء تعريف اللي هو الغشاء الخلوي هاي طبعا احنا اخذناه بدايه الفصل هو عباره عن غشاء ثنائي الطبقه او نقول عليه مزدوج الطبقه يعني مو طبقه واحده لا ثنائي الطبقه ايش هذا الغشاء متكون من مواد بروتينيه دهنيات سكريات شنو وظيفة الغشاء الخلوي؟ ليش كل خلية بها غشاء خلوي؟ الغشاء الخلوي هو اللي يحدد شكل الخلية، هو اللي ينطيها شكل الخارجي، يعني أنا من أجي أرسم خلية مثل هسه الخلية العصبية رسمتها شو رسمتها؟ نجمية الشكل، ليش؟ يعني من بدي احدد لي شكلها؟ الغشاء الخلوي هذا يحيط بها، الخليه الحيوانيه من اجي ارسمها بيضاويه او دائريه بهالشكل وارسم بها الشكل. بيها نواه ومحتويات، ليش رسمتها بهالشكل؟ من اللي حدد لي هذا الغشاء الخلوي؟ هو اللي يحدد لي شكل الخليه. فإذا الغشاء الخلوي هو الذي يحدد شكل الخلية وبنفس الش... بنفس الوقت إنه يحيط بمحتوياتها من الخارج فإذا يحدد شكلها ويحيط بمحتوياتها من الخارج هاي تعتبر وظيفة الغشاء الخلوي طبعا بالإضافة إنه غشاء يكون ذو نفاذية فيسمح بتبادل المواد بين داخل الخليه وخارجها اذا الغشاء الخلوي هو عباره عن غشاء نفاذ يعني بثقوب فيسمح بتبادل المواد بين داخل الخليه وخارجها يعني المواد اللي تحتاجها الخليه راح تدخل من خلال الغشاء الخلوي والمواد اللي تطرحها او الزائده او الفضلات اللي ما الخليه وما تحتاجها راح تنطرح من خلال هذا الغشاء هذا بالنسبه لاول تعريف هو الغشاء الخلوي، اجي على النسيج الطلائي العمودي، نسيج الطلائي العمودي هنا أنا طلاب شلون انا عرفت هذا بسيط مو مطبق؟ احنا عندنا نوع من الانسجه، قلنا عندي نسيج طلائي بسيط ونسيج طلائي طبقي. طبعا هو يكون بهالشكل هذا العمودي والالويه مالته تكون دا تكون متطاوله يعني لان مناسبه من لشكله رسمه هذا هو. نسيج طلائي عمودي ونرسم الألوية مالته تكون تقريبا بهالشكل متطاولة هذا النسيج وين موجود؟ موجود وين؟ بجدار القناة الهضمية فإذا هو عبارة عن نسيج بتكون مجموعة من الخلايا اللي تكون مستطيلة أو موشورية الشكل وتوجد في بطانة أو في جدار القناة الهضمية هذا النوع من يقول لك طلاب نسيج طلائي طبقي نسيج طلائي طبقي يعني معناه بسيط يعني معناها من يذكر لي ما ذاكر لي كلمة بسيط يعني معناها من يذكر بس نسيج طلائي عمودي يعني معناها بسيط بس إذا يحدد لك طبقي لا هاي يعني مبين طبقي مرات ما يحدد لك بسيط فاكو طلاب يقول شلون نعرف انه هذا النسيج طلائي عمودي بسيط لو عمودي طبقي اذا ذاكر طبقي يعني هاي طبق انتهينا من عدها بس اذا ما ذاكر يعني معناها بسيط اوكي فهاي بالنسبه للنسيج الطلائي العمودي هذا قلنا وين موجود موجود بجدار القناه الهضميه اجي على البروزات الشجيريه اللي قلنا هي تفرعاتها تشبه الشجره، ايضا اذا اريد نرسمها هي عباره نرسم الخليه العصبيه بهالشكل وين البروزات الشجيريه؟ هاي البروزات الشجيريه هاي تقريبا تفرعاتها تشبه الشجره، شنو فائدتها هاي؟ ليش موجوده بالخليه العصبيه؟ هاي تنقل السيله العصبيه الى داخل الخليه العصبيه. السيل العصبي او نقول على العازل العصبي وين تنقل؟ نقلة الي داخل جسم الخليه. فاذا اريد نعرفه هي عباره عن شنو؟ هي عباره عن بروزات بروتوبلازميه، هي عباره عن شنو؟ بروزات بروتوبلازميه. وظيفتها نقل السيل العصبي الى داخل جسم الخليه العصبيه، وظيفتها نقل السيل العصبية او العازل العصبي وين تنقله؟ نقله الى داخل جسم الخليه العصبيه. هاي بالنسبه لي السؤال الاول اللي هو التعاريف اجي على السؤال الثاني يقول صنف الانسجه الاساسيه اللي موجوده بجسم الانسان طبعا احنا نعرف الانسجه بجسم الانسان هي اربعه اللي هي الانسجه الطلائيه والانسجه الضامه او نقول عليها الرابطه والانسجه العضليه والانسجه العصبيه وطبعا هاي ايضا مهمه وجايه بالوزاري عدد انواع الانسجه الجسميه الموجوده بجسم الانسان اولا النسيج الطلائي ثانيا النسيج الرابط او نقول عليه الضام والانسجه العضليه والانسجه العصبيه. نجي السؤال الثالث يقول قارن بين الانسجه الطلائيه والرابطه والعضليه من حيث الموقع والشكل شكل الخلايا. طبعا الانسجه الطلائيه اجي من ناحيه الموقع وحده وحده الموقع. الانسجه الطلائيه قلنا وين موجوده؟ من اسمها طلائيه؟ قلنا شلون الطلاء؟ اللي هو نقصد الصبغ نحن وين نستخدم دائما الاصباغ نطلب بها المنازل من الداخل ومن الخارج نفس الشيء الانسجه الطلائيه نفس الشغله انه استفاد منها انه تبطن او تغطي السطح الخارجي لاجهزه واعضاء جسم الانسان فاذا الانسجه الطلائيه وين موجوده تغطي او تبطن اعضاء الجسم موجوده بكل اجهزه جسم الانسان بالاوعيه الدمويه بالاوعيه اللمفاويه بجدار القناه الهضميه يعني ايش تذكر هو صحيح لان كلها بها انسجه طلائيه اوكي اجي على موقع منو نسيج الرابط النسيج الرابط احنا من عددنا أنواع قلنا عدة انواع ثلاث انواع عندي النسيج الرابط الظام الاصيل واللي موجود وين بالعضلات الهيكليه والغضروف والعظم وعندي النسيج الرابط الخاص اللي هو موجود بالسائل اللي هو الدم واللمف هم وحده من ثلاث انواع تذكر وحده من عدن كافي الانسجه العضليه من عضلات إذا عددناها قبل شوية قلنا أن العضلات عدة ثلاث أنواع الهيكلية الملساء القلبية أي وحدة من العضلات تقول الهيكلية والقلبية والملساء وشكل الخلايا طبعا شكلها يختلف الأنسجة الطلائية تتميز بأنها تكون متقاربة مع بعضها البعض الأنسجة الرابطة من اسمها تكون خلاياها المسافه البينيه تكون جدا كبيره بيناتهم والعضليه لا نفس الطلائيه تكون المسافه البينيه تكون جدا متقاربه يعني عندي اثنين تكون الخلايا متقاربه مع بعضها البعض او المسافه البينيه نقول عليها قليله ما عدا الرابطه اللي تكون المسافه البينيه مالتها تكون جدا كبيره نجي على الفراغات تراكيب قضيبيه الشكل لها علاقه بالقسام الخليه من وظيفه القسام الخليه من المسؤول عن القسام الخليه من هو الجسم المركزي إذا وظيفة الجسيم المركزي أيضا هذا جاي وزاري من المسؤول عن انقسام الخلية هو منو الجسيم المركزي. النسيج المبطن للبلعوم من نوع أي نوع من الأنسجة الطلائية الطبقية العمودية، البسيطة العمودية، الطبقية المكعبة، الطبقية الحشرية، طبعاً الطبقية العمودية، ليش يعني العمودية البسيطة قلنا وين موجود؟ بجدار القناة الهضمية، لكن الطبقية وين موجودة؟ ببطانة البلعوم. العضلات الموجودة في جدران القناة الهضمية لا إرادية ملساء وإرادية وهيكلية طبعا العضلات الموجودة في جدار القناة الهضمية هي لا إرادية ملساء طبعا قلنا الموجودة بكل وعندنا الغشاء القاعدي اللي قلنا عليه جدا مهم هو الغشاء اللي يتميز بأنه هو الغشاء اللي يكون تحت الانسجة الطلائية وقلنا وظيفته ربط الانسجة الطلائية مع الانسجة الرابطة إلى هنا أعزائنا الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم إن شاء الله تكونوا قد استفاديتم من درسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته